تشرفنا اليوم بلقاء معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني. كان لقاء مثمر جدا لما يربط البلدين من علاقات تاريخية، من علاقات أخوة، علاقات تقارب. أردنا اليوم كوزارتين أن نترجمها إلى رفع حجم التبادل الاستثماري والتجاري بيننا. فالتمسنا من إخواننا البحرينيين إرادة صلبة مثل إرادة الجزائريين في تطوير هذه العلاقة البينية بيننا وبين إخواننا البحرينيين، وتكلمنا على العديد من المشاريع اللي ممكن أنها تكون موضوع للشراكة المشتركة أو الشراكة بين البلدين، وإن شاء الله راح تكون فرص أخرى للالتقاء في تأسيس مجلس الأعمال الجزائري البحريني، في زيارات مشتركة لرجال الأعمال بين الدولتين حتى ندفع ونمشي معا من أجل تطوير التجارة البينية والاستثمار المشترك.